السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم صغاري الأعزاء في درس جديد من دروس الرياضيات. هل أنتم جاهزون؟ لنبدأ على بركة الله. أصدقائي الصغار، ما رأيكم في سماع قصة اليوم؟ قصة العصفورة وصغارها الأربعة. في يوم من الأيام كان هناك عصفورة صغيرة تبني عشها على شجرة في حديقة باسم. وضعت العصفورة أربع بيضات في العش. نعد البيضات: واحدة، اثنتان، ثلاثة، أربعة. بعد عدة أسابيع فقس البيض وخرجت منه فراخ صغيرة وجميلة. فرحت العصفورة بفراخها وبدأت تعتني بها. ويوما بعد يوم كبرت الفراخ وأصبحت عصافير صغيرة. طار عصفور إلى الغصن المقابل. كم عصفورا بقي في العش؟ أحسنتم، ثلاثة. وكم عصفورا على الشجرة؟ نعم، عصفور واحد. إذن ثلاثة وواحد يساوي أربعة. أحضر والد لميس كعكة ليوم ميلادها، فكان سرورها عظيماً. انظروا أصدقائي إلى الكعكة. ما عدد الشمعات الحمراء؟ نعم، إنها أربعة. وما عدد الشمعات الزرقاء؟ جيد، ثلاث شمعات. وما عدد الشمعات كلها؟ أحسنتم، سبعة. إذن كم عمر لميس الآن؟ جيد، سبع سنوات. هل تعرفون العملية التي استخدمناها هنا؟ نعم، إنها عملية الجمع، ودرسنا بعنوان الجمع ضمن العدد تسعة. انظروا إلى هذا المثال. كم عدد الأقلام في المجموعة الأولى؟ قلمان. وكم عددها في المجموعة الثانية؟ نعم، ثلاثة أقلام. قلمان وثلاثة أقلام يساوي، أحسنتم، خمس أقلام. تكتب بالرموز هكذا وتقرأ: اثنان زائد ثلاثة يساوي خمسة. نسمي العدد الأول في عملية الجمع المجموع إليه، ونسمي العدد الثاني المجموع، أما العدد الثالث فيسمى ناتج الجمع. عزيزي الطالب، حدد عناصر عملية الجمع في المسألة التالية: أربعة زائد اثنان يساوي ستة. أحسنتم، المجموع إليه هو العدد أربعة. المجموع هو العدد اثنان. ناتج الجمع هو العدد ستة. هيا يا أصدقائي نجد ناتج الجمع. اثنان زائد اثنان يساوي، أحسنتم، أربعة. أربعة زائد اثنان يساوي، رائع، ستة. اثنان زائد ثلاثة يساوي، خمسة. ستة زائد ثلاثة كم يساوي؟ نعم، تسعة. كم أنتم رائعون! عندما نكتب جميع عناصر عملية الجمع على نفس السطر تسمى هذه الطريقة بالطريقة الأفقية. هيا نجمع أفقياً. خمسة زائد اثنان يساوي، أحسنتم، سبعة. اثنان زائد ثلاثة يساوي، خمسة. ثلاثة زائد ستة، ممتاز، تسعة. الآن عزيزي الطالب سوف نجمع الأعداد بالطريقة الرأسية أو العمودية.
أربع سمكات زائد سمكتان كم تساوي؟ أحسنتم، ست سمكات. كم عدد الكرات في المجموعة الأولى؟ خمسة، أكتبها في المربع. الآن نجمع خمسة زائد أربعة يساوي رائع تسعة. أضع إشارة أكبر من أو أصغر من أو يساوي في الدائرة لتصبح المقارنة صحيحة. ثلاثة زائد أربعة كم يساوي؟ نعم سبعة، وفي الجهة المقابلة أيضاً سبعة، إذن الإشارة هي تساوي. ممتاز. اثنان زائد ثلاثة تساوي خمسة، وفي الجهة الأخرى ثلاثة زائد واحد يساوي أربعة. خمسة أكبر من أربعة، الإشارة هي أكبر من. خمسة زائد ثلاثة يساوي ثمانية، الجهة الأخرى ستة. ثمانية أكبر من ستة، إذن الإشارة هي أكبر من. أنتم رائعون. أما الآن عزيزي الطالب، سوف نكون جملة جمع من أعداد معطى. انظر إلى هذه الأعداد، سبعة، ستة، وواحد. حتى نكون جملة جمع صحيحة، علينا بوضع العدد الأكبر بعد إشارة يساوي، ونضع العددين المتبقيين قبل وبعد إشارة زائد، فتكون الجملة هكذا، واحد زائد ستة يساوي سبعة. الأعداد اثنان، تسعة، والعدد سبعة. ما هو العدد الأكبر؟ أحسنتم، إنه العدد تسعة. أين نضعه؟ جيد، بعد إشارة يساوي، فيكون الحل هكذا، اثنان زائد سبعة يساوي تسعة. الأعداد خمسة، ثلاثة، وثمانية. العدد الأكبر هو ثمانية، إذن الجملة هي ثلاثة زائد خمسة يساوي ثمانية. أعزائي الطلبة، مع محمد خمسة بالونات، ويلزمه ليوم ميلاده تسعة بالونات، فكم بالونا يحتاج محمد؟ ما هو عدد البالونات اللازمة ليوم ميلاد محمد؟ نعم، إنها تسع بالونات. وما عدد البالونات التي معه؟ نعم، إنها خمسة. عدد البالونات التي يحتاجها محمد هي؟ تعلمنا في درس مكونات العدد تسعة أنه خمسة وأربعة يساوي تسعة، إذن يحتاج محمد لأربعة بالونات. في يوم ماطر باع صاحب محل أربع مظلات صباحاً، ثم باع ثلاث مظلات مساءً. كم مظلة باع صاحب المحل في ذلك اليوم؟ الحل: نجمع أربعة زائد ثلاثة ويساوي سبع مظلات. أنتم رائعون. أضع العدد المناسب في الفراغ لتصبح جملة الجمع صحيحة. خمسة زائد أربعة يساوي، أحسنتم، الناتج تسعة. ستة زائد فراغ يساوي ستة. ما العدد الذي أضيفه للستة فتبقى كما هي؟ أحسنتم، صفر. صفر زائد فراغ يساوي اثنان. نعم صحيح، صفر زائد اثنان يساوي اثنان. فراغ زائد اثنان يساوي تسعة، سبعة. إذن سبعة زائد اثنان يساوي تسعة. في الختام أعزائي الأطفال،
أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة. أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى أن ألقاكم في درس جديد من دروس الرياضيات. إلى اللقاء.